السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير اوبريشن ديفيوجن ان جازز هو الماكسويل سلو اوف ديفيوجن فور باينري سيستم في الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة. عنوان المحاضرة هو ماكسويل لو اوف ديفيوجن فور باينري سيستم. نلاحظ هنا طلاب راح ناخذ موضوع جديد اللي هو التعرف على قانون الماكسويل، قانون الماكسويل في حالة إذا كان الانتشار للنظام الثنائي، حالة انتشار للنظام الثنائي. شنو الماكسويل لو؟ اللي هو عالم راد وضع معادلة لحساب أيضا الفلكس نفس اللي هي اللي تعرفنا سابقا على قانون الفيكس لو لحساب قيمة الفلكس للمادة A أو المادة B. نفس الشيء هنا العالم ماكسويل وضع فد معادلة أيضا لحساب قيمة الفلكس للمادة A وللمادة B، ونفس الميكانيكيات السابقة اللي أخذناها سابقا اللي هي الميكانيكية رقم واحد والميكانيكية رقم اثنين في حالة إذا كان عندنا الإكويمولار كاونتر ديفيوجن، وفي حالة إذا كان ديفيوزين أوف كومبوننت A and non diffusing of component B. العالم ماكسويل وضع ايش قال؟ قال بانه الـ pressure gradient الانحدار بالضغط باتجاه الانتشار في حالة اذا كان خليط يحتوي على مادتين المادة A والمادة B، هذا الانحدار بالضغط الـ pressure gradient يتناسب تناسب مع كل من A هو relative velocity of the molecular in the direction of diffusion اللي هنا يقصد بها بأنه سرعة الغازات المتكون من عندها الخليط المادة A والمادة B يعتمد على سرعة الغازات، B يعتمد على تراكيز هذه الغازات وبالتالي عبر عنه قال بأنه DAP شي ساوينا أو DAP تتناسب تناسب طردي ويا من حاصل ضرب التراكيز، حاصل ضرب التراكيز المكونات اللي يتكون من عدد الخليط في اللي هو driving force اللي أقصد بها حاصل طرح السرعة المادة A من سرعة المادة B، ودائما يكون هذا الانحدار بالضغط يكون باتجاه الحركة اللي أقصد بها باتجاه الانتشار بما أنه هذا مثل ما تشوف يتناسب تناسب طردي الكونسنتريشن مع السرعة، فمن راح يحذف أو من راح يشيل التناسب راح يظهر عندنا شنو اللي يساوي وثابت التناسب اللي هو ألفا أي بي فإذا عرفنا شو يقصد بالV اللي هو معناته يقصد الفيلوسيتي للمادة A B، وش يقصد بالC اللي هي المولر كونسنتريشن للمادة A والمادة B. راح ياخذ المعادلة اللي هسه آخر شيء ورا ما حصلت على اللي هو يحتوي على اللي يساوي وثابت التناسب، ياخذ هاي المعادلة ويبدي يشتغل عليها. راح الديزة الموجود بالطرف الأيمن المعادلة ينقلها إلى الطرف الأيسر من المعادلة، هاي رقم واحد. أوكي، رقم اثنين إيش راح يسوي؟ راح يتخلص من الكونسنتريشن يربطها بدلالة الدنسيتي والوزن الجزيئي، لأن الكونسنتريشن إحنا كل ما نعرف بأن الكونسنتريشن إيش يساوي لنا، الكونسنتريشن يساوي لنا الوزن الجزيئي الدنسيتي على الوزن الجزيئي، فهاي وضع الكونسنتريشن لكل مادة بدلالة الدنسيتي والوزن الجزيئي. أوكي، زين هسه تقولون هو إيش يسوي؟ هسه إيش راح يسوي؟ طلاب راح يسوي معادلة لحساب مثل ما قلنا الفلكس اللي هي أقصد بها الـ N للمادة A وللمادة B، ويقارنها مشابهة ويا المادة مع ويا المعادلة الفيكس لو. عادة من دا أشوف المعادلة اللي هسه أنا خليتها داخل مستطيل، هاي المعادلة الموجودة المفروض أنا أحولها إلى معادلة لحساب الفلكس. الفلكس هو شيء يحتوي اللي هو الـ NA، العفو الفلكس هو شيء مثل لكم يمثل لكم الـ N سواء كان NA أو B. هسه المعادلة ما بها N،
هاي رقم واحد. اذا لازم نحول المعادله بدلاله او تحتوي على الان كابيتال اللي هو الفلكس، هاي رقم واحد. اثنين، بما انه احنا بدنا نشتغل على الجازز، فاذا معناتها اني يظهر لي لازم بالمعادله البريشر، لحد الان هو ما موجود البريشر، رقم اثنين. نجي على رقم ثلاثة اللي انا اريد مثل قانون الفيكس لو يحتوي على الديفيوجن كوفيشنت اللي هو دي اي بي. هنا ما عندي دي اي بي، عندي الفا اي بي اللي هو ثابت التناسب، فايضا لازم احول الالفا الى دي اي بي. اذا اخلي ببالي ما راح ابدي اشتغل على هاي المعادله اللي انا اشرت عليها هسه داخل هذا المستطيل، المفروض تحتوي على الفلاكس الان، تحتوي على البارشل بريشر البي، تحتوي على الدي اي بي. هسه راح ابدي احول وحده وحده لحصول على الشغلات اللي انا قلتها. اوكي، هاي المعادله اللي اشرتها راح اول ما ابدي بالسرعة الموجوده هنا، هذا السرعة اللي اشرت عليها، هاي راح احولها اشيلها. انا عندي سابقا علاقه الفلكس شنو السرعه في الكونسنتريشن، الفلكس السرعه في الكونسنتريشن. اوكي، هاي رقم واحد. نفس المعادلة شبول الكونسنتريشن موجود هنا، احوله بدلالة الدنسيتي والوزن الجزيئي. الكونسنتريشن هو عبارة دنسيتي على الوزن الجزيئي. اذا صار عندي الفلاكس للمادة A هذا القانون، والفلاكس للمادة B هذا القانون. زين، شنو علاقته ويا السرعة؟ بانه هسه راح اقول السرعة مع المادة A شو يساوينا؟ يساوينا الفلاكس مضروب في الوزن الجزيئي على الدنسيتي. هاي السرعة مع المادة A، وهاي السرعة مع المنوة مع المادة B. أخذ هاي السرعة، العلاقة اللي حصلت هاي السرعة أخذها وين أعوضها للمادة A؟ أعوضها هنا. ونفس الحالة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمادة B، أعوضها هنا. فصارت العلاقة أعلى اللي أنا هسه أدريش أشرت عليها، فصارت العلاقة بهالصيغة، فصارت العلاقة بهاي الصيغة. اوكي، ايش راح اسوي هسه؟ راح ادخل الدنسيتي والوزن الجزيئي لكل من المادة A والمادة B في داخل القوس، فاصبحت عندنا العلاقة هاي، اصبحت عندي هاي العلاقة. هاي العلاقة اول شيء قدرت احصل بيها قيمة الفلكس مع المادة A والمادة B اللي هو الـ NA كابتل والـ N والـ NB كابتل. إذا أول شيء حصلت قيمة الـ N الفلكس. هسه أبدي أتوجه عن طريق هاي العلاقة، أبدي أرتبها مرة ثانية، أحول اللي موجود اللي أقدر أحوله بدلالة الـ pressure، بدلالة الضغط. شو أقول؟ أقول بما أنه القانون العام للغازات اللي هو هذا PV يساوي NRT، إذا الـ concentration شو يساوي لنا؟ PA على الـ R في الـ T، والـ concentration هو من هو؟ هو الـ density على الوزن الجزيئي. إذا آخذ هذا الـ density للمادة A أو كانت للمادة B، شو راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا PA على الـ R في الـ T. فآخذ قيمتها اللي هو الرو A على molecular weight للـ A اللي هو PA على RT، أعوضها هنا. اوكي، ونفس الحاله راح اعوض وين؟ اعوض للماده بي، نفس الشيء للماده بي. اوكي، فهسه صار عندي اني صار عندي، فارجع اعوض واشتغل، يعني اعوض العفو هنا، هذا للاي راح تتعوض هنا، هذا للاي العفو، وبالنسبه للبي راح تتعوضها بالفلكس اللي مضروب بالماده العفو للفلكس للمادة A مضروب في الكونسنتريشن مع المادة B، والفلكس للمادة B مضروب في الكونسنتريشن للمادة A، وبالتالي راح يتعوض بالعكس، يعني مع المادة A كونسنتريشن مضروب في الفلكس مع المادة B، وللمادة B عوض عنه بالفلكس مع المادة A. فصار عندنا القانون بهالصيغة، هذا هو القانون، صار عندنا بهذه الصيغة. هذا القانون دللحظة يحتوي احتوى على شنو؟ احتوى على الفلكس، واحتوى على البارشل بريشر للمادة A وللمادة B. رجع سوى طلع الار
المقام عامل مشترك ال R في T طلع خارج القوس، طلع خارج القوس. أوكي، بما أنه هو أريد يشتغل أما يطلع قيمة الفلاكس مع المادة A أو قيمة الفلاكس مع المادة B، هاي رقم واحد، أو بما أنه هو دا يريد هسه الفلاكس مع المادة A فيريد يقلل من المتغيرات. نلاحظ ضمن هاي المعادلة، ضمن هاي المعادلة تحتوي على البارشل بريشر للمادة A وتحتوي على البارشل بريشر للمادة B وبارشل بريشر للمادة A. إذا معناته عندي البارشل بريشر للمادة A وبارشل بريشر للمادة B. فيقول لك أنا أريد أقلل من هاي، يعني لو بارشل بريشر للمادة B لو بارشل بريشر للمادة A. فإيش قال؟ قال البارشل بريشر للمادة B إيش يساوي لنا؟ التوتال بريشر ناقصا الـ PA. أوكي؟ فتخلص من البارشل بريشر للمادة B، حوله إلى ضمن هاي العلاقة على مود يقلل، بأنه كل العلاقة اللي حصلها بالأسفل تحتوي على البارشل بريشر للمادة A بدلالة من هو البارشل بريشر للمادة A، لأنه أنا شنو عندي الديفرنشيال هنا الانحدار بالضغط المن بدلالة البارشل بريشر للمادة A. فتخلص من البارشل بريشر للمادة B على مود يكون المعادلة كلها بدلالة البارشل بريشر للمادة A. أوكي، هاي حصلنا هسه، حولنا المعادلة بدلالة البارشل بريشر للمادة A. إذا حصلنا هسه شغلتين، حصلنا الفلاكس الـ N كابتل وحصلنا البارشل بريشر. أنا مدبدي تقريبا تشابه قانون الفيتس لو. بقالنا الشيء الأخير اللي هو Diffusion Coefficient اللي هو DAP. لحد الآن ضمن المعادلة اللي أنا أشرتها آخر معادلة ما تحتوي على DAP، تحتوي على ألفا AB. ألفا AB اللي هو ثابت التناسب اللي هسه راح أشر عليه، هذا يحتوي على ألفا AB. هذا المفروض أغيره وحصل على DAP. DAP طلاب إذا أربطه بعلاقة مربوطة وعلاقة سابقا، DAP شو يقول لكم؟ DAP يساوي لنا R تربيع في T تربيع على ألفا AB مضروب في التوتال بريشر. بس هو معناته إذا أقارن ويا الفوقة مقلوب، ويحتوي لازم على R و T ثانية ويحتوي على توتال بريشر. فإذا أضرب المعادلة بالتوتال بريشر، أضرب وأقسم توتال بريشر والR في T، أضرب وأقسم توتال بريشر R T على مود أحوله بدلالة الكينماتيك ديفيوزيبيتي اللي يحصل بها DAP. فنلاحظ طلاب مثل ما قسمنا وضربنا الـ RT ويا الـ Alpha والـ Total Pressure راح نقدر نحصل على معادلة الماكسويل، المعادلة العامة للماكسويل بهاي الصيغة. هاي المعادلة مثل ما تلاحظوها طلاب هي معادلة العامة للماكسويل، هي المعادلة العامة للماكسويل بصيغة الفلكس للمادة A والفلكس للمادة B والبارشل بريشر للمادة A والـ DAP اللي هي Diffusion Coefficient. مثل ما تتذكرون سابقا الثلاث صيغ للمعادلات الفيكس لو، هنا عندنا صيغة لمعادلة الماكسويل في حالة الغازز، في حالة الغازز كل الموجود بيها احنا نعرفه، اللي هي من ناحية البريشر، من ناحية التمبرتشر، من ناحية الفلاكس، كل احنا والR طبعا الثابت الكونستانت، كل هاي احنا نعرفها سابقا. هاي المعادلة تدعى بالمعادلة العامة للماكسويل، ماكسويل إكويشن. أوكي، مثل ما اتبعنا سابقا الطرق اللي هي لحساب قيمة الفلكس بالميكانيكية رقم واحد وميكانيكية رقم اثنين باتباع من ناخذ المعادلة الفيكس لو ونبدأ نطبق عليها خواص الميكانيكية رقم واحد، وبعدين أخذنا الخواص الميكانيكية رقم اثنين، راح نستخدم نفس الميكانيكيات رقم واحد ورقم اثنين لمعرفة كيفية حساب الفلكس عن طريق معادلة الماكسويل. الميكانيكية رقم واحد إذا مثل ما تتذكرون طلاب كانت الميكانيكية في حالة الإكويمولار كاونتر ديفيوجن الـ EMD اللي أقصد بها الـ NA تساوي شنو؟ تساوي ماينس MB. فهاي الخاصية مع الميكانيكية الأولى أرجع أعوضها وين؟ أعوضها هنا أقول الـ NB شي يساوي لنا؟ يساوي لنا
سالب NA يساوي لنا سالب NA. هنا عوضها، هذا السالب الموجود هنا راح يتحول إلى موجب، السالب الموجود هنا يتحول إلى موجب، فهذا الحد ويا هذا الحد راح يحذف، هذا الحد ويا هذا الحد راح يحذف، فأصبحت المعادلة الماكسويل أصبحت بهاي الصيغة، هاي الصيغة دا أشر عليها هنا، فهاي أصبحت معادلة الماكسويل. ألاحظها تقريبا تشبه معادلة الفيكسلو. أنا شو راح أسوي هسه؟ راح أبدي أحاصر ضرب طرفين وسطين وأفصل variable separation اللي هو differential لل P partial pressure للمادة P ويا Z اللي هو direction of diffusion، وأبدي أكامل Z أكاملة من صفر إلى Z أو من Z واحد إلى Z اثنين، والpartial pressure P A أكاملة من P A واحد إلى P A اثنين، من كاملته مثل ما كاملت تذكرون الفيكس لو، راح أحصل على معادلة الماكسويل إكويشن اللي هي هاي المعادلة اللي خليتها ضمن مستطيل. هاي المعادلة هي الماكسويل إكويشن، تستخدم لحساب الفلكس للمادة A. شوفوها احنا كل ما نشوفها هي تقريبا مشابهة لمعادلة الفيكس لو. هذا هو بالنسبة لمن؟ بالنسبة للماكسويل في حالة اذا كانت عندنا شنو؟ في حالة اذا كان عندنا الاكويمولار كاونتر ديفيوجن، اكويمولار كاونتر ديفيوجن. نجي على الميكانيكية الثانية، في حالة اذا كان الكومبينت A ديفيوزينج in component B and component B non-diffusing in component A، معنى ذلك بأنه الفلكس المادة B قيمته صفر، فإن أقول الفلكس المادة B قيمته صفر أرجع وين؟ أعوضها، أعوضها هنا بالحد الأخير من المعادلة العامة للفيكس لو، فأصبحت للماكسويل لو، فأصبحت معادلة الماكسويل لو بالصيغة اللي هاي. أرجع نفس الحالة طلاب، أرجع وراها variable separation وكامل الدي اي كامل الدي زد وكامل الدي بي اي، واصبحت المعادله بهاي الصيغه. هاي المعادله هي صيغه لحساب الفلكس للماكسويل اكويشن في حاله الان بي يساوي لنا صفر، الان بي يساوي لنا صفر. هاي المعادلات الموجودة هنا قدامكم هاي احنا نعرفها اللي هي شنية، التوتال بريشر هو عبارة عن حاصل جمع البارشل بريشر للمكونات الخليط. انا عندي باينري سيستم، معناتها التوتال بريشر يساوي الـ PA1 زائد الـ PA2 لنفس المكان، اما للمسافة معينة حتتحول الى نقطة رقم 2، فالتوتال بريشر هو PA2 زائدا الـ PB2. اوكي، ومعناتها هي ضغوط متساوية، سواء كانت الضغط الكلي عند النقطة واحد هو نفس الضغط الكلي عند النقطة اثنين، معناتها البارشل بريشر للمكونات عند النقطة واحد حاصل جمعها هو نفس البارشل بريشر لنفس المكونات عند النقطة رقم اثنين. ومثل ما تتذكرون سابقا وضعوا صيغة ثانية لحساب الفلكس بقانون الفيكس لو، ايضا هنا بقانون الماكسويل وضعوا صيغه ثانيه لحساب الفلكس عند، اذا تتذكرون سابقا اللي لوج المين بارشل بريشر، ايضا هنا ظهر عندي اللوج المين بارشل بريشر اللي هو البي بي ام اللي هو نفس الاسلوب كيفيه حسابه، بس هنا احنا طلاب اكو ظهر عندنا فت فاكتور جديد، فاكتور جديد هو يدعى بالدريفت فاكتور، الدريفت فاكتور اللي هو هذا الدي داش اشر عليه، الدريفت فاكتور اللي هو التوتال بريشر على اللوج المين بارشل بريشر، هذا يدعى بالدريفت فاكتور. اذا الدريفت فاكتور هو شنو؟ الدريفت فاكتور هو التوتال بريشر على اللوج المين بارشل بريشر، وهذا يظهر فقط بالميكانيكية الثانية للماكسويل وليس بالميكانيكية الاولى. هذا عرفنا شنو الدريفت فاكتور كصيغة حسابية اللي هو total pressure على اللوج المين partial pressure. أما التفسير العلمي هو شنو الدريفت فاكتور؟ هو مؤشر ليمثل لكم تأثير، تأثير منه تأثير المادة الغير المنتشرة على عملية انتقال الكتلة وعلى اتجاه الجريان أو اتجاه الانتشار. إذن هو فالمؤشر يبين لنا على
تأثير من هو تأثير المادة الغير المنتشرة على من؟ على قيمة انتقال الكتلة باتجاه الجريان أو اتجاه الانتشار. هذا هو تعرفنا على قانونين للماكس لو حسب الميكانيكية اللي تعرض له السيستم مالتنا. ظهر لنا قانونين، قانون الأول اللي هو بدلالة أو قانون بصيغة الأكيومولار كاونتر ديفيوجن، وقانون لميكانيكية الكومبيننت A ديفيوزينج إن نون كومبيننت إن كومبيننت B اللي هو نون ديفيوزينج إن A. كومبيننت A ديفيوزينج إن نون كومبيننت B. نون ديفيوزينج إن A. هذا هو المحاضرة الجزء الثاني الثاني من المحاضرة الرابعة. نستودعكم الله ولقاؤنا في الجزء الثالث من المحاضرة الرابعة.